اهلا بيكم في وجهه جديده مع اللوكاندو. الامارات طبعا وخصوصا دبي معروفه بالمولات. المولات هنا كبيره وكتيره، وينفع تروح مول تقضي يوم كامل فيه فسحه هناك. ولكن مول ابن بطوطه ليه طابع خاص لانه مختلف عنهم كلهم. مول طبعا يعني شوبينج، ولكن نقدر نقول كده ان هو متقسم تقسيمه حضارات، كل منطقه الديزاين بتاعها واخد طابع الحضاره دي او البلد دي. فهتلاقي الجزء الصيني والهندي والمصري بيبقى انهم حضارات قديمه واخدين مساحه كبيره من المول. الحاجات اللي عجبتني في دبي انها رغم التطور والتنوع الديموغرافي اللي البلد فيها، لان طبعا عايش فيها وبيزورها مئات الجنسيات، الا انها محافظه على الهويه العربيه والاسلاميه، وده باين في ديزاين الميادين العامه والبنايات والمولات زي مول ابن بطوطه كده. يعني تخيل كده واحد من السويد مثلا ولا من جنوب افريقيا ماشي بيتفسح في مول، لاقي كلام مكتوب عن الاسترلاب وعن ان العرب هم من اوائل الناس اللي اهتموا بعلم السماء والنجوم والكواكب. لو رحتوا الامارات لازم تروحوا مول ابن بطوطة، ونصيحة عامة بيسوا حاجة مريحة في رجليكم عشان هتمشوا كتير قوي.